اهلا وسهلا جميعا، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. في الكثير يعتقد ان ليزا شخصيه معفنه، ولهذا انا اقول في الاغلبيه انت صح، ولكن اليوم لازم نشوف شو القوه القصوى اللي تقدر توصلها ليزا اذا استثمرنا فيها صح. اوكي، ومن حسن حظكم ان في شخص اهبل استثمر فيها. خلونا نروح ونتنمر على المخلوقات الموجوده في جنشن. في كثير ناس يسألوني ليش تحب ليزا، ولكن السؤال الحقيقي كيف ما تحب ليزا؟ طبعا اليوم نعطيها اقوى سبورت، بنحاول نرفع الدمج حقها قدر المستطاع، اكل مع كل شيء. اريد اشوف ايش اقوى شيء ممكن اوصله مع ليزا. اول اختبار قوه لليزا بيكون بنروح نخلص الديلي كوميشنز حقتنا، نتحسس الاجواء ونشوف ايش الوضع. عرفتوا كيف؟ اوكي، الكوميشن الاولى عاد تكفون، اعطونا كوميشن نذبح فيها. اول كوميشن فشل. اوكي حلو، في كوميشنين جنب بعض والله. تايم ترايل، فشلت فشل ذريع في المهمه هذه. خلونا نروح نسوي المهمه هذيك. تكفين لا تكوني مهمه سنايبر ولا شيء. ممتاز، بنسوي التست الحقيقي المكان هذا. خلوني اكل. لا، ما عندي اللي يرفع دمج الالكترون، لازم اروح اكرفته بعد الضربه هذه. نبي نشوف ايش اكثر شيء اوصل له. ما تقدر تقعد. 1 2 3 التمت بنت. ما جت كرت. 68% كرت ريت وما جت كرت. تسعة وعشرين ألف بدون أي بف. أوكي، الاختبار الأول حقنا كان فاشل، ولكن هذا لا يمنعنا إن إحنا نروح نشد حيلنا. أوكي، الحين بروح وكرفت لها البوشن اللي يرفع لها قوة الإلكترو ب 25%. أسرع ما يكون. لازم أروح أصيد ضفادع. صراحة آخر شيء توقعته إني بروح أصطاد ضفادع اليوم، لكن الظاهر إن الحياة تأخذك حيث لا تريد. فالضفادع وين؟ كيف انت هابي الحال كذا؟ تجيب سي 6 اسهل من انك تجمع 5 ضفادع، لكن احنا لازم نكون شوي ذكيين في استخدامها فما نتحمس. تجربتنا الاولى بتكون بنمر على الهايبوستاسيس ونشوف ايش وضعنا معهم. اوكي، من اكبر نقاط ضعف ليزا اللي انا اشوفها بنفسي الحركه حقتها الالمنتال سكيل هذه، يوم تقعد ضاغطه الدائره اللي تطلع تطول جدا لين تكتمل. عشان تخليها شبه محترمه وما يقعدون يطلعونها كل شوي برا حركتها، لازم تحط معها شخصيه شيلد. انا حليت الازمه هذه يوم حطيت جونغلي، وايضا الحركه هذه طالع وطالع. ليزا تتحكم في الجو. اقنعوني هذه كيف 4 ستار. ليتس جو. انا احيانا عقلي يوقف يشتغل، ما ادري وش صار، ولكن ما بنتكلم في الوضع. لازم اكون سريع جدا يعني الحين. 1 2 3 قهر. المرة هذه بحاول اجهزها قبل عليه، بحط الاستاكات حقتها 3 لانها تطول لين تضرب. بسم الله. 1 2 3 ما ضربت كرت، ونسيت اكل ولا استخدمت البوشن اللي رحت اجمع ضفادع عشانه. كل شيء غلط في الحياه احب اسويه. 1 2 3 71 ألف. وات؟ لا 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 لا، لازم نروح نسير على هذا، ما توقعت الرقم هذا ابدا. سلادة من المستقبل، اهلا. في نظرية اريدكم تساعدوني فيها. يوتيوب تبدا تطلع قناتك اكثر من الناس يوم يزيد الانجيجمنت عندك، كل ما زادت التعليقات يزيد الانجيجمنت. فاذا وصلت للمكان هذا في الفيديو، اولا شكرا، واترك اي نوع من التعليق حتى لو خرابيط عشان اعرف اذا فعلا النظرية هاي صحيحة ولا لا.
تسوي حول 6000 ترجع لها كل ثانية. لازم نسوي له هذا سوار، يعني نروح سكروز سوار نرجع لهذا نرجع لهذه. ثلاثة للحين عليه. في احتمال كبير اني اسحب على بال. وش الدمج هذا يا نيزا؟ وش يصير لو بدلنا سكروز مع مونا؟ واحد راح يشيد جونجلي 73000. اح بما انها قوية جدا خلونا نسير على تشايلد. اوكي بس اريد اشوف هل يمديها تمسك نفسها ضد تشايلد ولا لا. طبعا عن نفسي بتجربها من المرحلة الثالثة. الحين نبدأ نشوف اذا ليزا تقدر تجلد هذا. تخيل تجلد كليزا. اكل بوم بوم. كم صرنا؟ 200 كريت دامج وتقريبا 70 كريت ريت. بسم الله الرحمن الرحيم. ماني 30000. بس 30000 ليش؟ الدمج اللي ياخذه ضد الالكترو ضعيف. اوكي طلع ياخذ دمج اقل ضد الالكترو. فعل فاضي تجربه حقتها. وهو ياخذ دمج الكترو اقل بعدها كانت تسوي دمج رهيب والله. في شيء لازم اسويه قبل لا انهي الفيديو هذا. اضربكم تشارج اتاك. شارج 56000. 17000 ديم والله. المهم لا تتحمس انت وياه تروحون تلفلون ليزا. خلاص روحوا لفلوها لفلوها. على العموم اليوم كان عندنا مجرد اثبات بسيط ان اي شخصيه ولو تعتبر معفنه اذا بنيتها صح بتجيب لك ارقام رهيبه. دائما اي شخصيه تستثمر فيها بتكون قويه. انتهى. على فكره الاستثمار اللي انا مستثمره ترى خايس. اعطيها 4 ثندر فيوري. الافضل طبعا لها يكون 4 ثندر سوذر، ولكن للاسف ما عندي ارتفاكتات ثندر سوذر. وايضا مثل ما تشوفون التالنت انا مش مستثمر الا في الالمنتال سكيل حقتها، ومع هذا كانت قويه جدا. الفيديو هذا موجه للناس اللي يكرهون ليزا. واتمنى ايضا انكم استمتعتوا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. Peace.